بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطئي، وأقني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي، كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ظنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية السؤول ونهاية المأمول. إلهي، هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم يومي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى، من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.